ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد، بس قبل ما ابدا الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو واشتركوا كمان في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي هعملها ان شاء الله. وفيديو النهارده ريفيو عن شامبو الاطفال من ايفا. انا جربت من عندهم حاجات حلوه وعملت عنها ريفيو، بس برضو لو في حاجه جربتها ما عجبتنيش هطلع اقول. المفروض ان الشامبو ده للاطفال ده فيه كاموميل وفيه عسل، يعني احنا بنتكلم في ترطيب، تمام؟ احنا بنتكلم في ترطيب بس، ومكتوب كمان ان هو بيدي لمعان وشعر صحي وتماما ما اختلفتش. ولكن انا في مشكله واجهتني، انا لما استخدمته لبنتي هو كويس جدا، بينظف الشعر كويس جدا، ولكن بينشف الشعر قوي. وبعدين بحس ان بين شعرها بعديه بقى عامل شبه السلكه واقف مش نايم. يعني انا كنت بستخدم لها حاجات كانتو، كانت الشعرايه بعد ما بتتغسل بالشامبو كانت بتبقى مترطبه ونايمه ومهندمه كده، لكن ده بمجرد ما بغسل الشعر بحس ان الشعر هش شويه، بقى منفوش شويه، وكمان بحس ان هو ناشف قاسي كانه محتاج حاجات قويه جدا عشان ترطبه. فانا لما جيت بصراحه ما كنتش واخده بالي، لما جيت قريت لقيت مكتوب ان هو بيستخدم من عمر سنه لعمر 3 سنين. انا بنتي عندها 4 سنين، مش في 4 سنين ونص، فيمكن المشكله اني انا بنتي سنها معدي 3 سنين، فهو مش جايب نتيجه كويسه معاها، او مثلا عايز نوعيه شعر تكون صغيره او خفيفه عشان تجيب نتيجه، الله اعلم. لكن انا كتجربه معاها انا ما عجبنيش، وعايزه اقول لكم اصلا انا يعتبر خلصته وما فضلتش فيه غير غسله واحده وخلاص، فانا مخلصاها عشان بس لما حد يجي يقول لي طب ما كنت استني تجربي يمكن تلاقي نتيجه، اهو حرفين والله مش فاضل فيه غير غسله واحده. فانا عن نفسي بصراحه ما عجبنيش. انا جربته من عندهم، اللوشن بتاعهم كان ممتاز جدا وعملت عنه ريفيو، لكن الشامبو انا ما عجبنيش، فانا اسفه ايفا مش هستخدم شامبو تاني وبس.